أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مرة تانية مع ضيفنا مصمم الأزياء المصري العالمي بهيج حسين، اللي الحقيقة أفكاره وتصميماته بتخليه يغرد في سماء الموضة العالمية. هو أيضا شخصية عامة محترمة جدا، مثقفة جدا. أهلا بيك معنا بهيج، وكل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. سنة سعيدة عليك جميعا يا رب. يمكن البداية مش لطيفة بوفاة وحيد حامد الله يرحمه. طبعا خالص العزاء. طبعا شخصية مؤثرة إلى أبعد الحدود في السينما يعني وفي الواقع المصري. امبارح يعني امبارح في حد منزل عندي بوستر كده في فيسبوك معظم الأفلام بتاعته. أنا ما لقيتش فيلم واحد غلط. والله ما فيلم. وجمل من أفلام لا غير ده؟ الكلام طبعا. حاجة إيه ده؟ بس ما فيش فيلم واحد يراني إيه غلط. إيه ده؟ يعني بجد كان لا حاجة حزن يعني أنا عن نفسي جداً. لا يعني اتخضيت كمان واتخضيت للكوينسيدنس ان هو يتكرم الشهر اللي فات وربنا يفتكره. ده من ستر ربنا. والله انا بسعد لما بلاقي الناس دي بتتكرم، لان مين يستاهل التكريم اكتر من وحيد حامد؟ مين بجد؟ بصي لا يعني حاجه الواحد مهنته بتفرض عليه ان هو بيتعامل مع السن الصغير والسن الكبير وكام. بحسن جدا لما بقعد في وسط الشباب الصغير الاقي بقى هنا ابيض هوا في اللالا لاند. عصافير عصافير بتطير. ايه اكتر اعمال بتاعته انت بالنسبه لك دي بتمثل لك يعني جزء؟ بصي انا بحب جدا راقصه والسياسي. بحب جدا في فيلم له انا بعشقه البريء. بريء من الافلام يا سلام احمد زكي. طبعا كل الله. السلسله بتاعت عادل امام كلها طبعا كلها يعني. وبعدين هو يعني كان قدر معرفش يعني انا بشوف ان نبيلة عبيد كانت في اعظم وقتها او راقصة والسياسي بالذات. لا يعني عارفه في حاجات كتير يعني هو كمان كان عنده لغه مختلفه وكلمات مختلفه واقرب حد قدر ان هو يقول الكوان طيور الظلام من الافلام المرعبه. يعني طيور الظلام تنبأ بكل حاجه حصلت طبعا قبليها بست سبع سنين بالظبط الله يرحمه ويحسن. لا هو انت لما بتقول فعلا هو كل اعماله كل يعني ما تشوفش عمل تقول ايه طب اطلع بس فيلم كده على جنب كده الفيلم ده نص ابدا لا ابدا كله بجد. بنعزي ابنه طبعا استاذ مروان حامد لانه خلف لنا برضه زينب سويدان. نعمل ابن يعني لانه فنان بجد هو جد كمان جد جدا. طب السنه دي سنه جديده وكنت بتقول قبل الهوا بتقولي انا برج الحمل وانا يعني موسوس. طب مش متفائل السنه دي؟ والله بصي حواليك حاجه قعدت اتفرجت انا بالنسبه لي فكره التارو وفتح الكوتشينا والحاجات دي كلها حاجات كوميديه لطيفه ومسليه فقعدت السنه اللي فاتت قالوا ان برج الحمل كان في اسوء حالاته وفعلا كان في اسوء هو انهي برج ما كانش في اسوء حالاته السنه اللي فاتت؟ لا بس في حمل الحمل كان مضروب بالنار يعني. السنه دي قالك العقرب هو اللي هيبقى في اربع منهم العقرب هيبقوا يعني في حاله مش لطيفه يعني خالص. فاهمين ازاي؟ الهانم دي عقرب. بصي عندي تفاؤل ما تفولش يعني دي عقرب ها فخلي بالك. والله رامي انت خبطت خبطه جامده جدا دلوقتي خبطت في الحلل صح؟ بالظبط. بصي هقول لك حاجه يعني انا بشوف معرفش بس هو احنا السنه اللي فاتت كلنا عشنا ظروف مش طبيعيه. ما شفتش بيت ما اتضرش. ما شفتش اسم كبير ما اتهزش. المشكله ان كل الناس بتتعامل مع اي حد بيشتغل في السوشيال ميديا او شخصيه عامه عامه ان انت انتشبل ما فيش حاجه لا بالظبط كله اتدمس كله باظ. يعني احنا اكتر يعني اكتر ناس ممكن نتشتم اكتر ناس ممكن نتعب اكتر ناس ممكن لان انت حياتك كلها معتمده على دي حقيقه القصه دي مرعبه ولازم تطلع كده دي لطيف وحلو ورايق وفايق وبتاع ايا كان انت عندك كوارث ايه في الحياه؟ لا مفيش ما حدش هي. طب بمناسبه الكوارث بقى واللي احنا بنقوله ده ايه رايك في اللي حصل مثلا على كوبري ستانلي واستهتار طب بصي جموع الشعب كوبري ستانلي منهم للسما في هوا انما اللي حصل امبارح في الصور اللي كنت بتكلمي عنها قبل كده لا دي ماساه. يعني انا هنزل عشان اشتري تلفزيون ثمنه بدل 2000 جنيه بقى ب 1000 جنيه فادفع عمري معاه يعني وفرت 1000 جنيه وادفع 2000 جنيه لا حتى عمري انا مش مسح يا ريت لا ده كده بس يعني يا ستي انا واحد اناني وما بفكرش غير في نفسي ما عنديش اعتراض طب ادفع عمري عشان اشتري تلفزيون ماينس 1000 جنيه
طب ما هو نفس الستور ده على طول عامل كده، هو مين دلوقتي مش عامل تخفيضات؟ هو مين دلوقتي ما بنزلش في الاسعار؟ اه بالظبط، لانه ما فيش بيع، ما فيش بيع. طب بيع هو يعني معلش اهدى يا عم ابراهيم، لان كده ولا كده يا عم ابراهيم، انت هتاخد الاسعار المخفضه هتاخدها معاك. فاهدى يعني، اهدى على نفسك. يعني انت اموت روحي عشان اشتري غساله؟ طب وبعيدا عن الستورز دي يعني عموما تصرفات الناس، تصرفات الشعب، انت شايف بجد ان في، بصي انا شايف في تو ليفلز انا بشوفها، في ناس عندها بارانويا فظيعه اللي هو قعدت في البيت وقفلت على نفسها، قفلت على نفسها وده قطاع على فكره مش قليل وده غلط، وفي ناس مش فارقه معاها. بصي في كافيهات فاتحه، في ناس بتقدم شيشه، في ناس يعني هي بقت دلوقتي العمليه هو كيرز، هو جاي جاي مش ما هو جاي جاي، بس انا مفيش داعي ان انا اضحي بنفسي ثم اضحي بيك ثم اضحي بالغيري وهكذا. اكيد صحتي غير صحتها غير صحه اللي في البيت بالظبط. فهي النقطه ان انت بتجيلك فتره بيجيلك نوع من انواع بقى ايه القلق اللطيف، اللي هو طب انا هعمل اللي عليا، ان انا البس الكمامه بتاعتي، ان انا اغسل ايدي، ان انا ما سلمش على حد بالايد ولا بالاحضان ولا بالبوس، ان انا احاول بقدر الامكان ان انا كل المخلفات اللي بتطلع من البيت عندي واتفر ايه هي المخلفات سواء اكل او اي حاجه تانية، انها يعني انا قبل ما برمي الزباله برشها كلها بالكحول الله اعلم، انا مش ضامن انا عامل ايه بالظبط، بس عارف تعيش يومك. لا ما انا مضطر اعيش يوم عارف يعني أطلع. يعني بس بقى بتخانق بقى يعني انت موسوس. حضرتك مش لابس كمامه ليه؟ اركب اوبر مثلا، حضرتك مش لابس الكمامه ليه؟ المعمل عندي كمامتك فين يا استاذ؟ كمامتك فين يا هانم؟ يعني زي عن اذن حضرتك لقدام شويه بالظبط. اه على فكره هو ده بقى التصرف الايجابي. يعني انا كنت من فتره في سوبر ماركت لقيت واحده ست سامعاها بتعلي صوتها كده، فببص في ايه، فلقيتها بتزعق لراجل كبير شويه في السن، فبتقول له من فضلك انت ماشي كح ومش لابس الكمامه. هو دخل السوبر ماركت بالكمامه لانه فرض عليه ان هو يخش بالكمامه، بس دخل جوه هايرس، دخل جوه راح مقالحها على طول، يا اما نعمل كده ننزلها تحت، يا اما نعمل كده نعملها سيرتات كده. بصي هي هو الواحد برضو ما بيني وبينك الواحد بيتخنق منها، من كلنا بنتخنق، بس في لحظات معينه انت بتضطر ان انت تكنترول الموضوع علشان ما توصلش لمرحله ان انت لا تتاذي ولا تاذي غيرك. هي دي النقطه يعني بالزبط. لا ضرر ولا ضرار، بس هي النقطه برضو في الاخر ان احنا بنرجع نقول ان احنا شعب محتاج يعني. بصي احنا عندنا ثلاث مشاكل اساسيه، ما اعرفش انا كلامي صح. واحد ان احنا لازم الموبايلات دي بعد كده تترخص زي المسدسات. يعني هو يعني والله بجد تروح تشتري موبايل، تروح تاخد رخصه ان انت تشتري موبايل ليه؟ عشان انت صباعك ده يعني ربنا اداهولك نعمه من عنده بتستعمله استعمالات غلط. يعني انت حضرتك يعني بتدوس بتقول كلام ده واحد. واحد اثنين ان التوعيه الطبيه عندنا يعني امبارح كنت بتفرج على وزيرة الصحة الست، يعني طب انتوا عايزين تعمل لكم ايه تاني اكتر؟ مش عارف انا بتكلم بجد يعني هو اكيد في قصور في حاجات، بس هتعمل لكم ايه؟ ما هو القصور دي طالعه من في مين؟ ما هي طالعه من العنصر البشري اللي تحت ايدك بالظبط. طب هتعمل لكم ايه؟ بالظبط. لا ولازم ندرك ان مش تقصير عندنا احنا، في امكانيات كمان مش قادرين عليها. والله امبارح الكلام اللي كانت بتقوله خلاص، شركات الادويه اللي اتفقوا معاها في اللقاح اللي هيجي عن طريق شركتين بالزبط. اكبر شركتين، وجابوا شركتين اللي هم لهم تو سيستمز مختلفين تمام. كل طب عارفه السؤال اللي بيتسالوا يعني بيتسالوا بيقولوا ايه؟ طب هو مين اللي هيدفع على الكلام ده؟ هو مين؟ ايه يا جماعه في ايه؟ مش لما يجي اللقاح الاول ونشوف مين اللي اولى ياخده؟ يعني احنا مالنا؟ يعني ناخده بس ناخده. اه بالظبط يوصل. طيب يوصل بس وبعدين بقى نتخانق. الحمد لله على السلامه الاول بقى نتخانق. بهيجي احنا هنطلع لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل حديثنا بقى عن الموضه وعن الحاجات اللطيفه الظريفه دي. فاصل ونرجع لكم مره ثانيه. ورجعنا لكم مره ثانيه ومعانا مصمم الازياء المصري العالمي بهيج حسين، وعايزين نسالك يا بهيج بقى على الوان بتاعه الشتاء والوان الصيف، لان خلاص الربيع والصيف بيجهزوا له دلوقتي. بص احنا اتعودنا وتربينا من واحنا صغيرين كانت الوان الشتاء كئيبه، اسود بني اسود وبني وكارو، اتهريت كارو. لا مش الكارو ده، لا ده كارو لطيف ده جميل. لا 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 الكارو، فاكر البني في بيج ده
عارفاه ده يا رانيا؟ الدرجتين البني والتويد والحاجات دي، والتويد والحاجات الكئيبه اللي هو تحس بالكآبه. بصي هقول لك حاجه، هو دلوقتي احنا بقالنا سنتين في سنتين اللا موضه، ما عندناش موضه محدده. اوكي. كل واحد كل ديزاينر طقط في نافوخه حاجه هيقوم يعملها. اوكي تمام. ده لطيف. فده لطيف، انا بشوف ان ده حاجه ظريفه، انا مش شرط ان انا اشوف ايه الترند اللي ماشي دلوقتي وامشي معاه. السنه دي اللي انا شايفه من الشتوي، انا السنه دي كولكشن الشتوي بالنسبه لي كان كولكشن محدود جدا، بس بالنسبه للشتوي اللي انا شايفه من الزملاء انا شايف ان هم مستعملين الجلد كتير جدا قوي، الفرو كتير جدا، ودي حاجه بقى لنا فيها سنتين يعني، هي مش جديده، بس هم السنه دي بكثافه، الجلد زياده السنه دي بكثافه، ده نمره واحد. انا شايف ان هم خرجوا من مرحله الالوان اللي هي التقليديه، انا شايف السنه دي ان نبيتي عليه مثلا الاخضرات فماني زي النبيتي السنه دي عليه اقبال جامد، الاخضر الاميرالد جرين يعني انا لسه منزل كولكشن جديد كله اميرالد جرين. الله. انا بقول لهم ان ذس از ذا نيو بلاك، ده الاسود الجديد. الاخضر هيبقى مستمر لفتره طويله. شايف ان برضو السنه دي لسه احنا بنلعب في منطقه الاصواف المش تقليديه، يعني هتبص تلاقي ان كل التريكوهات السنه دي الاصوات بتاعتها الواسعه قوي، معتمده على حزام بيتربط على الوسط عشان يعمل فيجر للموضوع، مفيش البلوفر بتاع زمان اللي هو الهاي نك المكاس، لا الحاجات دي مش موجوده، حاجات كلها بوهيميان بوهيميه الى حد كبير. ده نظرا برضو ان القوه الشرائيه بتاعتك دلوقتي هي السن الصغير، ما احنا مش هنفكر يعني، انا مش هفكر انا ولا هفكر في اللي اصغر مني، لكن هفكر في اللي معايا في اهلي الصغير، انزل اشتري انا مش مشكله، انا قاعد في البيت. فده كده الاتجاه العام. انا بقى بحب ايه؟ انا بحب اللي انت كنت بتقولي عليه، يعني التويدات القديمه، البيدو بول، البيدو بول، لا البيدو بول والبيدو كوك اوكي ماشي انا معاك تماما، بس حتى في الرجال انا قصدي كان ارتباطها دايما باللون يعني حتى في ابيض في اسود لطيف انا بعشقه، بس البيج والبني درجتين كده، والهافانات اللي عارف الالوان القديمه. بصي الالوان السبايسز عامه، الوان ال السبايسز عامه كلها زي لون القرفه، لون الكمون، يعني لون الكمون ده لعلمك من الالوان المهدره جدا. لون حلو ولما بيترجم على فستين السواري بيبقى حلو جدا، بس هو محتاج وبيبقى مش تقليدي. السواري حقيقي. لكن لما يبقى حاجه مقفوله بتحسي بس عارفه لو فستان يعني مكشوف اجزاء منه وفستان معمول على ساتان حلو ما فيهوش تطريز كتير، الكلام ده كله هيبقى فستان اكتر من هايل. صح. فالوان سبايسز من الالوان اللي من الحاجات السخنه الحلوه اللي تقدري تتعاملي معاها، وانا دايما بقول ايه، اخلطوا الحاجات ببعض يا جماعه وشوفوها، يعني احنا مثلا تقولي مثلا ايه، انا هستعمل مثلا اوف وايت مع المرعوم مثلا، يا لونين متناغزين، طب هاتي كوبايه السحلب كده، مش بهزار ولا بكلمك، أيوة. سحلب والزبيب جواه والمكسرات جواه، وشوفي خلطه الالوان دي ايه، ربنا منزلها لك ازاي، لايقه؟ طبعا لايقه، استعمل على طول، ما تفكرش بقى. في الوان بتبقى بتاعه ناس والوان دفن. يعني البني ده لون انا يعني لا بشوفه في لبس ولا بقدر يعني اللي ممكن انزل محل اشد حاجه لونها بني، مش عارفه ليه. بصي يعني هي بتبقى هي شخصيه، هي كاركترز. طبعا هي كاركترز، مع ان اللون البني من اكتر الالوان الدافيه اللي بتديكي احساس بالهدوء والراحه. بس اكيد اللون البشره او لون الشعر بيتحكم طبعا في زي لون مثلا الماسترد اللي هو لون المستعصم. بس هقول لك على حاجه، اللون البني مفروض انا وانتي من اكتر الناس اللي البني يبقى حلو جدا مع شعرنا. عليكم انتوا الاثنين؟ لا خالص. هقول لك زي مثلا انا بحب جدا يعني مثلا انا بحب اللون الذهبي جدا على السمر. جدا طبعا جدا. في ناس تقول لك لا بس ده ابسو فاكتو قوي او طابع بوستا قوي او باسبارتو قوي، لا بس هو ده حلو. بحب عليهم الالوان السخنه، بحب عليهم البنيات، يعني لما اعمل مثلا كولكشن مثلا وحد اسمر فيه، بحب ان انا البسها مثلا بنيات مع ازرقات مع تركوازات مع اخضرات، كومبوزيشن الالوان ده كله على بعضيه بيدي ناتج حلو قوي. فهو البني بس مهدور حقه، يعني البني والجراي يعني. ايوه كنت لسه هقول لك والله العظيم، الجراي عشان احنا مدارسنا كلها لا الكحلي اكتر، الكحلي اللي مدارس صرف مدارس ومع الجراي احنا كان احنا فيكتوريا كوليدج كان البليزر كحلي والبنطلون جراي والفيست جراي والكرافات لونين خلاص يعني خلاص معدومين مش طايقين نشوفهم. الجراي ده من احلى واشيك وارقى الالوان يعني، وبعدين جراي حطه مع الاحمر، جراي حطه مع الاخضر، حطه مع الازرق، مع البينك، مع الاخضر، مع الاوف وايت،
مع يعني الاخضر اللي كده ده كده. يبقى الجراي لعلمك ما هو بصي اي حاجه من سلاله معدنيه زي الجراي لا لا هيمشي على اي حاجه. هو الجراي ميكس ما بين اسود وابيض والاسود وابيض بيليقوا مع اي كلر ماستر كلر يعني. بالظبط. واحنا بنتكلم على الالوان كده يا بهيج اللي هو ايه ازاي اكتشفت في نفسك ان انت بتعرف تركيبات الالوان دي؟ ازاي اكتشفت ان انت عندك الذوق الحلو ده؟ يعني وانت بتتكلم عليها بتتكلم بحب قوي. هقول لك بصي هقول لك حاجه، انا البدايه عندي كانت شويه مختلفه. وانا ما كنتش مقرر خالص ان انا اخش المجال ده نهائي. انت كنت خريج ايه اساسا؟ انا اكاديميه بحريه قانون دولي. قانون دولي؟ قانون دولي. اهلا بيك. زينه. اوكي بنوتي كده قانون والله بجد؟ يعني بصي ودراسه قانون بالذات من الدراسات اللي فيها نوع من انواع يعني اللي هي بتشدك، يعني انت لما بتخشي وبالذات بقى قانون البحري لان هو كله بيتكلم عن سفن مثلا ودخلت في مياه اقليميه غلط او عملت حاجه في شعب مرجانيه او محمله او وات ايفر، فانت بتعيشي السيتويشن دي لوقت طويل جدا فبياخدك غصب عنك. بس انا اتخرجت من الكليه استاذي اللي انا كنت بعمل معاه يعني كل الدراساتي وكل الحاجات اللي كنت بعملها وكده عقدني. عقدني. كان له الفضل في ان انت اتجهت للاتجاه التاني. لا عقدني. الله يبارك له. الله يبارك له. الله يبارك له. الله يبارك له فعلا. يعني الله يبارك عقدني. يعني جاب لي عقده لدرجه ان انا يوم ما خلصت يوم ما كنت بدرس حطيت الاستقاله بتاعتي اون ذا سبوت كده على طول على الترابيزه. والله يا حضرتك هتوحشنا الى الابد. يعني بس الناس اللي برضو ازاي اكتشفت في نفسك؟ ازاي اكتشفت؟ حاولت بعد كده اخدت كورس فاشن الستريشن. فاشن الستريشن اللي هو الستريتر ده اللي هو بيجي يشوف حضرتك لابسه ايه دلوقتي بقعد ارسم اللي حضرتك لابسه. انا مش بعمل ديزاين. اوكي. انا بعمل كوبي بيست منه. تمام ده كده. من هنا وانت صغير كنت بتعرف ترسم؟ انا أصلاً؟ انا طول عمري برسم كويس. طب وليه ما رحتش مثلا فنون جميله او علشان اهلي ما كانوش عايزيني اخش ولا ديكور وكانوا احنا عندنا حضرتك ثلاث كادرات في العيله يا دكتور يا مهندس يا ضابط. طيب نكمل. دول بس ما عندناش اي حد تاني ده كده. فابتديت منها بقى اشوف تركيبات الالوان المضطر ان انا الاساينمنتس بتاعتي كلها ان انا اشوف كل شغل الديزاينرز وارسمه. اوكي. فبشوف الوان يعني بشوف مثلا الوان مين مثلا يعني حد مثلا فالنتينو مثلا. الوان فالنتينو ثلاث الوان اساسيين الموف والاخضر والابيض. بس لو رحت للديور بقى هتلاقي لا ديور مثلا هتلاقي حاجه ثانيه شانيل هتلاقي كله اسود في روز اسود في جراي اسود يعني شانيل الاسود بالنسبه لها سيجنتشر كل تغييراتها في كل حاجاتها. فاتعلمت تركيبات يعني ايه روز واسود في الحياه العاديه انت مش هتحطي روز مع الاسود. بس في شانيل هتحطي روز مع الاسود وتحبيه. فمن هنا جت فكنت لسه مخلص الدبلومه بتاعتي فعلا وحصل كلاش ما بيني وما بين الدكتور بتاعي وقلت له مع السلامه سلام عليكم ونزلت جري فعلا اخذت الكورس ده. ومن هنا ابتديت بلس بقى ان انا من النوع اللي انا ما بفوتش مشهد يعدي كده بالنسبه لي. يعني انا وانا ماشي مثلا على المحور شايف بيلبورد مثلا عليها اسم البرنامج بالوانها وشايف وراها السما. طب انا شايف اللون ده ماشي مع لون السما ايه دي عين الفنان بقى اللي هو يعني انا ما بتعديش بالنسبه لي لما بتفرج على فيلم وانا بتفرج على فيلم زي لا انام مثلا فاتن حمامه مثلا لا في ايه يا جماعه ده باليت الوان. صراحه بصيف عامل باليت الوان مش بيزار يعني. صح. فالحاجات دي كلها بتخليك يبقى عندك دايما عشان كده يعني السن الصغير في الديزاينرز والكلام ده كله لا يا جماعه بس روح اتفرج حضرتك بس شوف لك فيلمين ثلاثه وبعدين تعالى اقعد اتكلم معاك. بس بالزبط. ممكن حد يجي لك يقول لك انا عايزه الفستان اللون ده وتقدر بقى تقنعها ازاي؟ لان طبعا تقتنع. الستات صعبين قوي في التعامل بالزبط. اصعب مخلوقات يعني في التعامل. مفيش ست ممكن تقتنع بتحاولي تشرحي. يعني تفهميني ازاي تحاولي تشرحي وبعدين بتجرب. يعني انا بالنسبه لي حلو انها تجرب وتشوف ودلوقتي بقى عندنا براندات كتير وعندنا حاجات كتير طب جربي وشوفي وبعدين تعالي نتكلم في الالوان وفي الحاجات. طب بتعمل ايه في الست اللي تبقى متخيله دايما كتير جدا من الستات يعني بصراحه بيبقوا متخيلين ان انا البس فستان سواري اسود عشان يلمني. الجمله دي طبعا اكيد بتسمعها طبعا تفهميني زي ما هيك. طب هو اللم ده ممكن يبقى بالكوب نفسه بالموديل نفسه طبعا مش باللون لا صح. وتجي لك واحده مليانه عايزه تعمل فستان مشجر مثلا شيفون مشجر عشان نبقى ماشيين يعني فاهمك يا فندم ايه المشكله. بس هي النقطه في ايه ان انا مثلا انا عندي
ديفوهات معينه في الفيزيك بتاع الجسم اللي قدامي. مثلا احنا عندنا مصريين كلنا احنا عندنا مقاسين، كنت لسه هنتكلم عن المصريين الاغلبيه. عندنا مقاس الاعلى مختلف عن المقاس الاسفل. دايما تلاقي عندنا مثلا 44 42، او العكس 48 42 او 48 40، بس هو دايما احنا دايما عندنا مشكله. ف طب ازاي انا اعدي النقطه دي؟ اعديها بحاجات كتير قوي، وان بالكوب زي ما انت بتقولي، بالديزاين وبالكوب وبالقص والكلام ده كله. ده نمره واحد. نمره اتنين ان انا ما اخدش حاجات عرضيه. يعني انا مثلا ما لبسش حد ممتلئ حاجات ريب العرض ابدا، او حتى النسيج بتاعها منه فيه عرضي. عرضي بالظبط كده، اتفهماني ازاي ده كده. ما لبسهاش حاجات متكرره كوانتيه مثلا. ما انا بكرر في مساحه، فالمساحه بتبقى قدامي محدده. فاهماني زي رانيا؟ فما بتحسيش ان انت قادره ان انت تظبطي المساحه دي. وفي عندنا نجمات مشهورين جدا زي هدى سلطان مثلا، دايما الاوف شولدر كان بالنسبه، عشان هدى سلطان كانت عريضه، زي ليلى علوي لما بتلبس عشان هي عندها كتاف حلوه، فتحسي انها بتشتغل على النقطه دي. غير لما يكون حد مثلا كينز فمش او كتافه اللي هي 8 دي، فاهماني ازاي؟ مش هلبسه فرانش كات، الحاجات اللي هي الشانكري، علشان بتبينه اقل. هي دي بقى المعطيات اللي احنا بنتعامل بيها. لا اتفضلي انت طبعا. اتفضلي يا روم. ايه رايك في عروض الازياء اللي هي دلوقتي ليتلي كده بقت دايما معتمده على الفنانين؟ طيب بصي، او الناس مشهوره يعني. طيب بصي، عشان انت سالتي سؤال انا هتضرب عليه بعد ما اجاوب عليه، بس هجاوب عليه. انا عندي قناعه شخصيه ان انا مش نجم. انا حضرتك مش ممثل، مش انا واحد 50% من شغلي فن، 50% منه تجاره. تمام ما تغلبش النقطه دي على النقطه دي. انا دلوقتي بقى دلوقتي لازم سيلبرتي تلبس فستان بتاعك عشان يتباع؟ لا، انا ضد المبدأ ده. لان اولا انا بقلل من مجهودي انا كديزاينر، انا بغير على شغلي، وانا بعمل فستان حلو قوي لازم البسه الفلانه الفلانيه، يعني هي المعضله اللي انا جايبها دي مش هتنفع انها توصل لي المسج؟ لا هتنفع انها توصل لي المسج. وهنا اتخذت عندنا في مصر از ترند ما شفناهاش بره، يعني بنشوفها بره بس على الريد كاربت، على الريد كاربت في الاوسكار، او مثلا زي مثلا ما دولتشي اند جابانا مثلا عملوا احياء للدرس كانت لابساه جاي لو مثلا في وقت فرحهم، مطلعينها في وسط شو. انما انا بالنسبه لي كبهيج انا ما بشوفش دي حاجه بتضيف لي، ولا بتضيف لي ولا بتضيف للفنان. وبعدين بنطلع بقى بعديها على السوشيال ميديا برصه شتيمه قد كده. بصي كان عامل ازاي، بصي كانت عامله ازاي، بصي دي بصي عريان كان منفوش كان بهتان. اتفهماني ازاي؟ يعني انا بالنسبه لي الفاشن شو بتاعي انا بلعبه فاشن شو، لو شلتي ال 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 الاطار الخارجي بتاعه وحطيتيه على اي تي في انت مش هتعرفي يعني ناشوناليتي بتاعت الفاشن شو ده ايه، لان هو ماشي على انترناشونال ستاندردز، الستيج على الارض، المزيكا معينه، المودلز موحدين، اللبس له ثلاث الوان بيطلع وبيخش بيها، ما هوش هو مش فرح العمده. بتفكر في ايه وانت بتحضر لفاشن شو؟ بفكر في التيمه بتاعته. في التيمه بتاعته؟ اللي هو الثيم. الثيم، التيمه بتاعته. انا دلوقتي التيمه بتاعتي ايه؟ انا هشتغل على ايه؟ على لون ولا على يعني ديزاين؟ بصي يعني مثلا يعني هقول لك زي ما انا اقصد بديزاين ان مثلا دروبي هات مثلا، هقول لك يعني مثلا احنا دلوقتي بنشتغل على حاجه بس احنا عندنا فيها كذا مشكله. واحد ان احنا قلنا نعمل مثلا بيجن بلاك، تمام، وبعدين لقينا ان الناس يمكن هتمل قوي ان الفاشن شو كله السودات مع ان في فاريشن على الالوان معاه. طب ما نعمله مثلا ليكرا كله ماتيريال واحده، فاهماني ازاي؟ ونشوف ايه التطور بتاع الموضوع. طيب ما نعمله مثلا حاجه قديمه قوي قوي. خدي بالك ان الافكار دي بتبقى محتاجه اليات معينه في التنفيذ مش سهله، وبتبقى عايزه دماغ قاعده طول النهار بتفكر ان الديزاين ده. احنا ساعات كتير قوي بنعمل ديزاينز وبنشيلها من الفاشن شو عشان مش ماشيه. ايوه يعني الموديل ده مش ماشي مع مش ماشي غير في حاجات تانية في بره، يعني بنشوف ان في حاجات بتعمل الناس بتعمل حاجات مطرقعه اوفر، اللي هو انا بعمل امكانياتي انا كديزاينر ان انا اطرق. بالظبط انا عضلاتي فين؟ بالظبط كده، انا عضلاتي فين؟ بس ده مش عندنا. لا احنا ده مش عندنا. بصي هقول لك حاجه، احنا عندنا يعني
احنا اسامينا معدوده قوي اللي موجودين في السوق. ودلوقتي كترنا قوي بجيل صغير طالع اعتماده الاساسي على السوشيال ميديا. ايوه. فهم عندهم البريفليج اللي ما كانش عندنا احنا. يعني احنا كنا اربع خمس افراد معروفين بالاسم وكنا بنعتمد على مجهودنا الذاتي في الموضوع. فدلوقتي الموضوع بقى مش كده، بس بقى في بقى حاجه سيئه جدا، انه كله بقى شبه بعض. معظمه. مفيش حد له التيست بتاعه. لا مفيش حد له، يعني انا في مثلا اسمين ثلاثه اللي اقدر اقول لك دول لهم بصمة. ده الفستان ده بتاع فلان فلان. ايوه يا سلام، انا بحب قوي كده. يعني بمنتهى الامانه من سنين فاتت الله يرحمه داغر، لما كنت اشوف فستان ده داغر. ده له طعم. ده له بالظبط. ده بهيش. بالظبط كده. الجيل بتاعكوا ده. اتفهماني ازاي جيلنا. بالظبط. زي ما بسمع مزيكا اقول دي عمر خير. بالظبط. في حاجات بقى تانية كلها شبه بعضها. يعني كل واحد فينا له تيست بتاعه. تعالي دلوقتي الصغيرين كله شبه بعضيه. بدليل ان انت بتشوفي في الجونه مثلا او في مهرجان السينما في القاهره ان مثلا ثلاث نجمات لابسين ثلاث فساتين تحسي ان هو اللي عاملهم واحد. وبعدين تلاقيهم ثلاث انفار مختلفين. ايوه. ما هوش نفس الشخص. صح. غير جيلنا احنا، جيلنا لا كان عندنا الكاركتر انف وما كناش متاثرين قوي بالموضه الخارجيه. هو دلوقتي بيشوف مثلا ترند مثلا الريش يلا. كله بقى ريش، كله طالع بالكاكي على الـ على الـ ما انا ممكن استعمل ريش ده السنه الجايه، لا ما هيبقى اوت اوف ترند، ما انا ماشي. بالظبط. وانا ماشي. سخيف قوي الريش ده على فكره، انا شخصيا يعني حاجه يعني تفهماني يعني زي حاجات يعني تفهماني زي حاجات. هو ازاي الواحد بيستخدمه يعني انهي حجم. وبعدين احنا برضو عندنا مشكله تانية ان احنا الديزاينرز الموجودين دلوقتي بقى عندنا حته ايه؟ ده الديزاين بتاعي واتسرق مني. لا يا عم الحاج يعني اهدى، عشان الديزاين في حاجات فينتج كتير قوي رانيا. يعني زهير مراد ابتدى كولكشن بتاع 2016 بفستان فينتج جدا كان متاخد من كريستيان ديور واتعمل عليه فاريشن كتير، والراجل طلع قال يا جماعه الفكره ده متاخد انسبايرد بده، وانا بقى انا كان نفسي ان انا اعمله. احنا ما عندناش النقطه دي، احنا بناخد الفساتين ساعات. ايوه بالظبط. كمان الماتيريال نفسها يعني ناس كتير ما عندهاش الارتستيك تاتش ده، ممكن تبقى ماتيريال مش غاليه خالص. لا خالص، بس رسمت عليها حاجه، اشتغلت فيها حاجه، عملتها زي ما هي حتى واستعملتها زي ما هي، او استعملتها بس زي ما عملت ديزاين، بس عملت ديزاين خلاص. وانا ايه اللي يخليني اخد ماتيريال نورمال واصرف عليها دم قلبي عشان اخليها اب نورمال؟ طب ما اروح اجيب الماتيريال اب نورمال واشتري دماغي. بالظبط كده. صح. يعني جدا. انا صح في جدا. حاجات معينه كده لازم يبقى عندنا السنس بتاعها بنفتقدها الى حد ما، بس اعتقد ان يعني ان شاء الله الجيل اللي بعد اللي طالع دلوقتي هيبقى عنده الوعي ده اكتر. بهيج الوقت بيعدي معاك بسرعه كالمعتاد. فريره بس فضيعة. انت كنت وعدتنا بحاجه هنفكرك بيها علشان الحلقه الجايه هنعملها ان شاء الله. هو والله المطبخ اهو. المطبخ حاجتين مش حاجه واحده، حاجتين. المطبخ هيجي في يوم بهيج حسين هيطبخ لنا لانه طباخ ماهر جدا، وحاجه تانية ان انت هتعمل فستان خطوبه او فستان والله عروسه. والله اي حد هيجي لي وهيقول لي لا احنا هنعمل مسابقه يلا. سعادتك اوكي، بنوعد الساده المشاهدين ان احنا يعني قبل شهر يناير ان شاء الله ما يخلص هيكون عندنا فستان من بهيج حسين، سواء خطوبه او فرح، او فرح لواحده من المشاهدات الكرام اللي بيتابعوا برنامجنا. فان شاء الله نعمل مسابقه ونبلغ، واتصلوا بينا وتابعوا معانا وعلى صفحتنا ونشوف بقى مين اللي هتفوز بفستان من بهيج حسين. ممكن انا افوز. لسه بفكر. ممكن انا افوز من فضلك لو سمحت يعني. من فضلك لو سمحت. من فضلك لو سمحت. ميرسي جدا يا بهيج، نورتنا بجد. بالعكس انا شرف ليا وبابا مبسوط انا موجود معاكم جدا. انت عارفه غلاوتكم يعني. انا عارفه والله، وانت كمان غالي علينا. الف شكر. ميرسي يا رانيا. ميرسي يا ماما. حلقه جميله. كلمه اول حلقه معاكي. انا وانت كل سنه وانت طيبه حبيبه قلبي. أعزائي المشاهدين بنشكركم جدا واستمتعنا بيكم، نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله الساعة 6 يوم الخميس ولمة حلوة جديدة.